السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. ضمن موضوع ميكانيك التربة العملية راح ناخذ اليوم تجربة التحليل اللي احنا نسميه الهايدروميتر أناليسيس، اللي هو قياس أو تحليل مقياس كثافة السوائل. هذا النوع من التحليل يجرى بعد إجراء عملية السيف أناليسيس اللي تناولناه بالمحاضرة السابقة. العابر اللي هو يجرى للتربة الناعمة جدا العابرة من منخل رقم 200 سين. الهايدروميتر أناليسيس شو يقصد به؟ هو تحليل مقياس كثافة السوائل، هو الإجراء المتبع بشكل عام حتى نحدد نوع السويل سايز بارتيكل ديستريبيوشن توزيعها. وانتبه يا سويل بارتيكل الفاينر الناعمة جدا العابرة من منخل رقم 200 فاينر ذان 200 سيف أناليسيس اللي هو جيكت قطر الدايميتر مالته 0.075 تمام عيني. سو انه هاي الحبيبات شلون انا احضرها حتى اجري لها عملية تحليل؟ احنا اجرينا التحليل المنخلي بالتجربة السابقة، العبر من المنخل رقم 200 اللي صار على البان زائد العالق داخل العالق، انتبهوا العالق داخل فتحات المنخل رقم 200 يتم غسلهم كلهم بوعاء اكبر، يعني ينخزنون بوعاء اكبر يعني يتم عملية الغسل يسمونها الووشنج باستخدام يعني الماء بس برفق حتى ان الحبيبات ما تتناثر وتنجمع كلها داخل هذا الوعاء، يسمونها الحبيبات المتشتتة تمام. اسمها هاي الحبيبات ديسبريست ستي سويل اللي تنغسل عن طريق تشتيتها بالماء باستخدام الماء. السويل بارتيكل انا شو اريد احسب هنا هسه؟ اول شيء سرعتها، زين سرعه الجسيمات الفيلوسيتي اوف بارتيكل ضمن الماء، هذه جسيمات الصلبه شو استخدم لها قانون اخذته بالفيزياء مسبقا يسمونه قانون ستوك، ستوك لو. قانون ستوك شو يقول؟ اللي الفيلوسيتي للحبيبات يساوي الجاما صلب ناقص جاما ووتر على 18 في الفيسكوزيتي للماء في الدي تربيع اللي هو قطر الحبيبات الدياميتر اوف سويل بارتيكل تمام عيني. بعد ذلك شنو تجرى؟ تجرى عمليه انه حساب الال، لازم انا اعرف الال والال 1 والال 2. الال شنو يقصد به؟ الال انه انا هذا عندي دورق، هذا شنو اسمه هنا؟ اسمه هذا الدورق احنا نسميه بالمناسبه هو هذا الهايدروميتر، هذا جهاز الهايدروميتر اللي هو عباره عن عصاره رفيعه بها هذه النهايه المدببه وهاي نقطه القياس النقطه السوداء تمام عيني. هذا هو جهاز الهايدروميتر، لذلك هذا الرسم بصوره عامه شنو اسمه؟ هايدروميتر سسبيند ان ووتر ويتش السويل از ديسبريست، يعني شو اقصد بيه؟ مقياس كثافه السوائق معلق سسبيند، هذا هو معلق وين؟ معلق في الماء الذي تنتشر فيه حبيبات التربه، هذا دورق وضعنا به حبيبات التربه اللي غسلناها الواقع على منخل رقم على البان الوعاء الاخير البان، بالاضافه اللي غسلناها من منخل رقم 200 وضعناها داخل هذا الدورق. هذا الدورق ايش يحتوي؟ على حبيبات التربه المنتشره العابره من منخل رقم 200 والمغسوله من منخل رقم 200 تمام عيني. وهذا جهاز الهايدروميتر هذا اللي نقيس به. هذا مثل ما نلاحظ نحسب الال، الال شو يمثل لنا؟ الطول الفعال اسمه الافكتيف ديبث، هذا هو هنا اسمه الافكتيف ديبث. هذا شلون احسبه؟ الال الافكتيف ديبث يعني مسافه والزمن مالته، الزمن ضربه في 60 حتى حوله للملث للدقائق تمام عيني، حتى يتحول للملث. لحظه هنا هذا هو الال، الال شنو؟ هو المسافه من بدايه الاختبار، من وين بداية مستوى الماء الذي يحتوي على حبيبات التربة المتشتتة إلى نقطة القياس الدائرية هاي الموجودة في الهايدروميتر، هذا هو المسافة. تقيسها أنت تشوف إيش قد وصل عندك حجم الماء إلى هذه النقطة تأخذ قياسها، والزمن شنو؟ إيش قد الوقت اللي تستغرق الحبيبات الموجودة هنا حتى تنزل من هذا المكان متشتت وصولا مو للقاع، لا إيش قد وتوصل إلى نقطة القياس؟ مثلا تحتاج فد 21 ثانية، تحتاج فد 3 ثواني، فد 5 ثواني، فد 1 دقيقة حسب نوع التربة. فتحسب الوزن وتحسب العفو الوقت وتحسب المسافة الفعالة. هذا نوع الهايدروميتر المستخدم بهذا الفحص، هذا اسمه ASTM، هذا اسمه النوع الهايدروميتر المستخدم بهذا الفحص اسمه ASTM، يعني مصنف خاص لهذا التصنيف، هذا هو اسمه الـ ASTM General Comet، هذا هنا لاحظ هاي اللي أجريناها بالتجربة السابقة الباقة على منخل رقم 200 أجرينا لها عملية غسل بالإضافة للمتبقي بالبان
أخذناه بالكامل وضعناه في دورق يحتوي على حبيبات التربة المتشتتة بالماء، يعني هي والماء اللي خاص بها. تمام عيني؟ فهسه هنا هاي هي القياسات، نحسب الدي الدايمتر اللي هو قطر هذا هنا. شنو نوع الهايدروميتر المستخدمينه؟ من هذا الصنف اللي هو ASTM 152 H قياسي. تمام عيني؟ نحسب الال 1 والال 2 ثابتات، لان ال 1 يمثل لنا البعد من قمه الهايدروميتر الى نقطه القياس، الال 2 لا من منتصف قمه يعني الهايدروميتر الى مو نقطه القياس، الى تحت الى النقطه المدببه اللي هي اسفل شيء. فذني معلومات ليش؟ لان هذا النوع معلوم، فلذلك تاخذ قيمه الال 1 2.3 والال 2 14 سنتيمتر، والال انت تحسبها لان هي تعتمد على مثل ما لاحظت هنا قيمه الال تعتمد على حبيبات التربه، مقدار المسافه من يعني من يعني سطح الماء اللي يحتوي على حبيبات التربه المترسبه او المتشتته الى نقطه القياس. تمام عيني؟ سو احنا هسه نحسب هنا الاري، ايضا نحسب الال 1 نحسب الال 2. فاحنا نريد نوصل مرحله، هاي هنا بعد ما حسبنا الال هنا نوصل مرحله نحسب قيمه الاريا الفيسكوزيتي. لاحظ هذا الجدول، هذا الجدول راح يعطيك هنا اعتمادا على قيمه الال، الال انت راح تحسبها، انت راح تحسبها الال اللي هي المسافه من كذا الى كذا، راح يعطيك قراءه الهايدروميتر. لاحظ الال بالسنتيمتر وهذا الهايدروميتر ريدن، ايش قد تعرف قراءه الهايدروميتر اللي هذا النوع المستخدمينه. تمام عيني؟ اذا طلعت لك قراءه الهايدروميتر مثلا 13، اذا ايش قد قيمه الال هاي هنا هسه 14.3، يعني الهايدروميتر يعني كل قيمه تقاربها بالقيمه المقابله لها، انت تاخذها من هنا من هذه القيمه، يعني قيمه الال انت تحسبها عمليا باستخدام المسطره اللي هي المسافه من سطح الماء المتشتت الذي يحتوي على حبيبات التربه الى نقطه القياس. ايش قد تطلع لك قيمه الال بالسنتيمتر؟ تسقطها هنا توجد قيمه الهايدروميتر ريدنج، يعني ايش قد يقرا الهايدروميتر نسبه او سرعه تشتت الحبيبات او سرعه جسيمات داخل الـ يعني سرعه الجسيمات، يعني قانون ستوك، نحسب سرعه الجسيمات داخل الماء، جسيمات التربه طبعا اقصد بها. تمام عيني؟ كذلك قيمة السبيسيفيك جرافيتي اللي راح نحتاجه بالقوانين يعتمد على اليمن، يعتمد على التمبرشر. سو انت من تجري التجربة تنتبه على درجة القياس، درجة القياس شقد؟ تمام عيني؟ شقد درجة القياس؟ هاي تنتبه لها الـ variation of GS. هنا هو يقرأ 2.5. تمام عيني؟ إذا كانت درجة الحرارة، هسه نجي على درجة الحرارة، درجة الحرارة شقد مقدارها؟ مقدارها 17، ضيف هاي الزيادة 18 19. تمام عيني؟ فهو قيمة الجي اس متغير مع شنو؟ مع التمبرتشر، هاي ضرورة تنتبه لها، قيمة احنا نسميها الفاريشن اوف اي وذ تي اتش. تمام عيني؟ هاي اي يقصد بها الاريا او المساحة. ايش قد قيمة الجي اس مثل لهذه التربة السبيسيفيك جرافيتي لها 2.6، تمبرتشر جيت درجة الحرارة ذاك اليوم في المختبر خلينا نقول 20، فإذا نسقط هذه القيمة مع هذه القيمة نوجد قيمة الاي الاريا. تمام؟ من يعني تطلعها من هذه الجداول، وهاي مكمل درجات الحراره تبدا من 17 الى 30 توجد من عندها قيمه الاي. تمام عيني؟ هسه نجي على الصفحه اللي بعدها اللي هي راح تبين لنا المعدات اللي راح نستخدمها باجراء التحليل، احنا تحليل قياس كثافه السوائل. شنو المعدات اللي انا احتاجها لاجراء هذا العمل؟ المعدات اللي احتاجها معدات الكوبيمنت ASTM 152 H هايدروميتر، يعني مقياس كثافة السوائل ذي الخصائص او المواصفات التالية. ثانيا ميكستشر خلاط اخلط به وانا عينات التربة راح اغسلها المتبقية على البان والمتبقية على المنخل بوعاء، الدور هذا شو اسوي لهم؟ اخلطها اسوي لهم ميكستشر حتى كل حبيبات التربة العالقة على سطح الماء تذوب داخل الماء، بعدين اديرها بالدورق. تمام عيني؟ اثنين تو الف سيليزي احنا نسميه جراجويت سلندر، يعني يقصد به اسطوانتان مدرجات العفو سي سي يعني كيوبيك متر، يعني اسطوانتين مدرجتين سعتهم 2000 او 1000 سنتيمتر مكعب اللي هي مثل هاي الدورق اللي شو يعني قبل شوي شفناه يسمونه اسطوانه مدرجه. ثرموميتر مقياس حراره على اساسه مقياس درجه حراره المختبر في ذلك اليوم حتى نحدد على اساسها الاريا. بعد ذلك احنا نسمي حمام بدرجة حرارة معينة حتى نزيل التكتل من التربة، احنا ما نحتاج لان راح نسوي لها ميكستشر. تمام عينيها؟ الا اذا كانت التربة كلش مناطق باردة جدا يحتاجون هذا النوع من الحمام، احنا نسميه الحمام الحراري. كأس
بيكر ناخذ عن طريق العينات، بالانس ميزان حساس، وزجاجة بلاستيكية بلاستيك سيكونز بوتل، وديستليتد ووتر، والماء احنا نسميه ماء مقطر، هذا الماء المقطر او الماء المنزوع منه الهواء، ونمبر 12 ربر ستوبر يعني يقصد بها سدادة مطاطية. هاي هي المعدات المستخدمة راح نجري بها هاي التجربة. لاحظ هذا ان الدوارق، جهاز الهايدروميتر، هذا هو هذا جهاز الهايدروميتر، تمام عيني. هاي العينة اللي نخلي بها العينة، الوعاء هاي كذا، ان شاء الله هسه راح نجي نبينهن بالتفاصيل شلون نجري طريقة العمل البروسيجر. طريقة العمل تنص على الخطوات التالية. نمبر 1، يتم استخدام هذا الإجراء عندما يكون 90% من الماء بالماء من التربة يمكن نقول احنا عبر من منخل رقم 200. انتبه، this procedure is used when more than 90% percent of soil عبرت من منخل رقم 200. 90% من التربة عبرت من منخل رقم 200، يعني التربة الكلية العينة اللي استخدمتها بالسيف أناليسيس ككل، إذا عبرت 2% 3% 400 كلها ما تشتغل، إلا كون 90% من التربة عبرت من خلال، فتصنف هذه بالتربة الناعمة، لذلك لازم نجري إلها. هذا أول شرط حتى نجري عليها. نمبر 1، take 50 غرام of oven dry well من السويل، يقصد بها خذ 50 غرام من التربة المجففة في الفرن والمطحونة جيدا، تمام عيني، في كوب. ثانية، قم بإعداد إزالة الكتل اللي هسه احنا أخذنا من العين السابقة اللي بقت هناك، أيضا جففناها بالفرن حتى نضمن أنه ما يصير بها تكتل. بعد ذلك بالخطوة الثانية نزيل التكتل من عندها، يعني نسبة يضيفوا لها محلول يخلي التربة ما متكتلة، التربة الناعمة جدا، لأن راح أقيس تشتتها داخل الماء. أكو محلول يسمونه فوسفات الصوديوم، هيكسا فوسفات الصوديوم، نضع من عدة 4%. هذا المحلول يتحضر يعني عن طريق خلطة مع الماء المقطر ويوضع فوق التربة، بس إذا تربتك ناعمة فما تحتاج أنت هذه الخطوة، إلا إذا تربتك كانت من النوع المتكتل جدا، يعني الكوهيجن مالتها جدا عادي، لكن إذا كانت تربتك ما تحتوي على تكتل فما تحتاج هذه المادة اللي هي فوسفات الصوديوم أو هيكسا مينا فوسفات الصوديوم، وتحلها بماء وبعد ذلك يعني بالماء المناسب بالماء المقطر. إذا تربتك هاي فما تحتاج خطوة رقم 2. خطوة رقم 3، تأخذ 125 سنتيمتر مكعب من الخليط المحضر بخطوة رقم 2 من التربة يعني، ويجب أن تتركها منقوعة بالماء، لازم تتركها منقوعة بشقد المدة تتركها منقوعة بها، من 8 إلى شقد إلى 12 ساعة، يعني ما يصير تنقعها بالماء وتستخدمها مباشرة، تمام؟ من 8 إلى 12 ساعة. الدور، تأخذ اسطوانة مدرجة اللي مثل ما لاحظناها فوق ساعتها 1000 سنتيمتر مكعب، وتضيف لها هاي، وأضف إليها شقد مقدار 875 سنتيمتر مكعب من الماء المقطر، بالإضافة إلى 125 من عامل إزالة الترسبات اللي هو المحلول اللي قلنا عليه فوسفات الصوديوم، بس إذا أنت ما عندك تكتلات أو ترسبات فلا تضيف المحلول، ما يحتاج، أو هو أصلاً موجود تقدر تضيفه بكل الأحوال حتى تزيل كل الترسبات، تمزج المحلول مع الماء المقطر، تمام عيني. ضع الأسطوانة، راح نضع الأسطوانة من خطوة رقم 4 في حمام، هاي ما نحتاجها حتى انه نضمن انه درجة حرارة الماء تكون يعني يسمونها درجة حرارة الحمام هي 7 بالدرجة المئوية، يعني ما نحتاجها لانه الا اذا كانت الاجواء الخاصة بالمختبر احنا نسميها باردة جدا. راح نضع مقياس كثافة السوائل بالنقطة السادسة، وين هسه يهو الهايدروميتر، وين نضعه؟ نضعه داخل الدورق، راح نسجل القراءة. القراءة منين تقراها؟ اهم شيء من الجزء العلوي من الاعلى، تمام عيني، هو هذا يسمونه التصحيح الصفري، لازم تعرف أنت تقرأ، ويمكن أن يكون موجباً أو سالب حسب نوع التصحيح. بعدين لازم تستخدم ملعقة نقطة رقم 7، أنا ماذا ترجم لكم يعني using hospital trophy the mix of soil barbate، راح دا أترجم لكم إياها بشكل مباشر. فتستخدم ملعقة مسطحة تخلط بها التربة المحضرة بالخطوة رقم 3 وتسكبها دائماً في كوب الخلط الخاص بها. أثناء هذه العملية قد تلتصق حبيبات التربة مع بعضها بالزجاجة البلاستيكية، لازم تغسل كل التربة بحيث تديرها بالكامل. تضيف الماء المقطر إلى الكوب لمدة دقيقتين باستخدام الخلاط، دور نصبه هذا الخليط اللي من التربة اللي خليناه ناء يعني منقوع بالماء من 8 إلى 12 ساعة، وين؟ بالاسطوانة الكبيرة، الاسطوانة المدرجة، تمام عيني؟
بعد ما ضفناها بالاسطوانة المدرجة الثانية اللي هي ساعتها احنا حضرنا اسطوانتين مدرجات ساعتها 1000 سنتيمتر مكعب، نتأكد من اخراج جميع المواد الصلبة، لازم ما تبقى كتل صلبة دائما، تمام عيني؟ نثبت سدادة مطاطية على اعلى الاسطوانة وتخلط التربة مع الماء، يعني ترج التربة، ترج العينة بالكامل. الدور النقطة رقم 11 راح يصير عندنا نضخ الاسطوانة ايضا في حمام حراري، هاي صراحة ما نحتاجها لانه يعني ايش قد نسبة الفواصل الزمنية وغيرها ما يحتاج، يعني الا اذا كانت في ظروف خاصة معينة للتربة، مقياس كثافة السوائل بحيث انه لازم احنا ما نضمن الهواء الماء كلش بارد بحيث تعلق حبيبات التربة على جهاز الهيدروميتر، هاي الا اذا كانت خواص التربة او المختبر او الظروف اللي نجري بيها جدا جدا ظروف باردة، فنحتاج الى هذا الحمام بحيث احنا نجري عملية تسخين لعينة التربة مع الماء ونضمن عدم التصاقها على جهاز الهيدروميتر. الدور راح نقرأ القياسات الوظيفية لمقياس كثافة السوائل، انتبه يا دقيقة، عند 0.25 دقيقة يعني ربع دقيقة ونص دقيقة وواحد دقيقة واثنين دقيقة، تقرب كل هذا مقدار الال ايش قد تسجل، تمام عيني؟ الدور مقياس الحرارة تاخذه انت تلقائيا تقيس الحرارة حتى على اساس نسقط نجد قيمة الال. من توجد هاي الامور كلها راح نطبق القوانين مباشرة بالخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها نمبر 1 اول شيء كولوم احنا نسميه نحسب مقدار الاف تي ناقص اف اف اللي هو بيرسنت فاينر بالكولوم، قيمة الجي مع قيمة الاي، سبيسيفيك جرافيتي مع قيمة الاي، نوع التربة شنو اللي انت تستخدمه، تربة طينية كذا، لازم تعرف السبيسيفيك جرافيتي تحدد لها بعد ما تجرونها بالمختبر تبلغون بيها حتى على اساس نحدد قيمة السبيسيفيك جرافيتي، لكن هي دائما تتراوح من 2.5 الى 2.8، القيمة اللي تأخذ بالاغلب 2.65، فنحسب هو هذا عن هذه الطريقة، نحسب قيمة الاي الخاصة بها، وبالتالي نفس هذه الخطوات تجرى بالتسلسل خطوة بعد خطوة إلى أن نحسب مقدار الدياميتر الخاص بالتربة ونحسب مقدار الفيسكوسيتي، تمام عيني؟ لاحظ هسه هنا بهذه الخطوات هذا لكن ما تأخذ هذه القيم، هذا التي اللي راح نحسبه لكل وقراءة الهيدروميتر، التي وقراءة إيش قد يقرأ الهيدروميتر، تمام؟ نحسب بعدها الآر اللي هو معامل التصحيح، بعدين نحسب البيرسنت فاينر إيش قد العابر الآي في الآر سي بي على 50% في 100%. تمام عيني؟ ونحسب الـ RCT والـ LT القوانين كلها موجودة والـ A total، وبعدين نحسب الدياميتر حجم الحبيبات. احنا الغرض من هذه التجربة ايش نحسب اذا نرجع لها للبداية وترسمها، ايضا تقدر ترسم القيم رسم لوغارتيمي احنا نسميه باستخدام الورق اللوغارتيمي، هذا الـ General Comment، نحسب الـ Percent Finer مع الـ Grain Size Distribution يعني قيمة الدي، تمام عيني؟ هذا الـ BR اللي هو يعتبر كولوم 8 في غيرها. البروسيجر اللي اكو طريقه يسمونها الطريقه المعدله، هاي تعتبر طريقه اخرى نستخدمها ولها كريتيريا خاصه. اذا نرجع الى بدايه المحاضره بس حتى ننوه، احنا اصلا هذا فحص مقياس كثافه السوائل لمن استخدمه بالدرجه الاولى، حتى نرجع للمغزى الرئيسي انا ليش حسبت الدي، الغرض تو فور ديترماين البارتيكل سايز ديستريبيوشن and the soil of the soil fraction العابر من المدخل رقم 200، يعني اريد اوجد قيمه الدي الدياميتر الخاص بها. ان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم واضحه، بس هي بالمناسبه هذه التجربه تعتبر تجربه معقده تحتاج الى تحضيرات مسبقه اصلا لعينات التربه والووشنج والغسل الخاص بها وغيرها من الامور، لذلك حتى اجراءها يحتاج الى اكثر، يعني ممكن ما تجرى بنفس اليوم، تكمل الى تجربه اخرى يلا تكمل، لان هي تتم على مراحل. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تتواصلون، ونلتقي بكم ان شاء الله على المحاضره القادمه.